بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب الصف الرابع الابتدائي، رابع ابتدائي إن شاء الله. إحنا هنا في الفيديو التاني اللي هو بنتكلمنا فيه، طبعا قلنا امبارح إحنا شرحنا أو راجعنا مع بعض الدرس الأولاني. النهاردة إن شاء الله دلوقتي إيه هنحل مع بعض الواجب اللي إحنا الصفحتين اللي إحنا خدناهم، اللي صفحة 23 وصفحة 24 من كتاب الإيه يا جماعة؟ كتاب الأضواء. أنا بحب أشتغل من كتاب الأضواء صراحة، وكتاب إيه جميل وممتع. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده نبص في أول سؤال في الواجب يا جماعة. يلا كل واحد معانا ماسك القلم في إيديه ويبتدي، لو في أي خطأ يا شباب يصحح معانا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال تصور رقم 3 في أول صفحة خالص، صفحة 23 رابعة ابتدائي، خلي بالكم. من خصائص الكائنات الحية؟ اتفقنا من خصائص الكائنات الحية التغذية، النمو، الإحساس، الحركة، التكاثر. رقم 2 يتكون الجهاز الهضمي منه. طبعا قلنا يتكون الجهاز الهضمي من القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية. رقم 3 بيبدأ الجهاز الهضمي بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشرج أو الاست، الشرج اللي هي الاست. رقم 4 الغدد الملحقة بالقناة الهضمية هي. ثلاث حاجات احنا قلناهم يا جماعة، اللي هي الغدد اللعابية في الفم تدعم عددها ثلاث أزواج، والكبد والبنكرياس. رقم 5 عدد الأسنان في الشخص البالغ. في كل فك، البالغ يعني كبير، يعني زي بابا زي ماما زي جده زي المستر. عدد الأسنان في الشخص البالغ في كل فك بتبقى 16 مقسمة إلى كم قاطع؟ 4 قواطع ونا بين 2 نا و10 ضروس. 16 يا جماعة 4 قواطع و2 نا و10 يا جماعة 10 ضروس. رقم 6 عدد الأسنان اللبنية قلنا 20 سنا، وعدد الأسنان الدائمة قلنا 32 سنة. طالما قال لي عدد الأسنان الدائمة وسكت يبقى 32 سنة يا جماعة، اتفقنا. رقم 7 عدد الغدد اللعابية 3 أزواج وتفرز سائلا يسمى اللعاب. فكرك سائل يسمى اللعاب بيحتوي على إنزيمات. رقم 8 البلعوم تجويف مشترك يؤدي إلى السؤال ده حلو. البلعوم تجويف مشترك يؤدي للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ممكن اكتبها يؤدي الى المريء والقصبة الهوائية. الاثنين صح. المعدة كيس عضلي يصل بين المريء المعدة كيس عضلي بيصل بين ايه المعدة بيصل بين المريء والأمعاء الدقيقة. رقم 10 أطول جزء في الجهاز الهضمي هو أطول جزء في الجهاز الهضمي هو الجهاز الهضمي. يلا أطول جزء في الجهاز الهضمي هو الأمعاء الدقيقة، بيصل طولها حوالي 7 متر. 11 تنقسم الأمعاء الدقيقة إلى الاثنى عشر واللفائفي. رقم 12 بيفرز الكبد العصارة الصفراوية اللي بتساعد على هضم ليه يا جماعة الدهون، تحولها طبعا للمستحلب الدهني. رقم 13 يقوم نقط بتقليب الطعام وتخلطه باللعاب داخل الفم. مين اللي بيقوم بإيه؟ بتقليب الطعام يا جماعة اللسان، بيخلطه باللعاب وكمان بيتذوق الطعام ده يا جماعة اللي احنا بناكله. يلا بالهنا والشفا. طبعا بالنسبة للطعام احنا وقفنا هنا عند ايه؟ رقم 13. نستنى كده رقم 13 شوية. الأكل بتاعنا يا حبايبي ما يخلاش من الليمون. الليمون مش لازم يتحط على حاجة سخنة، لا الليمون يتعصر عادي خالص، يتحط على السلطة. السلطة اللي بأكد عليها في كل حصة، السلطة لازم الليمون يا جماعة يزود مناعتك ضد أي فيروس وأي ضد ايه البرد، خلي بالك. الخل، زيت الزيتون اللي موجود، كل اكل البيت، بلاش اكل بره اطلاقا، اتفقنا. واحنا عارفين قلنا في الحصص ايه اكل بره له اضرار كتير. رقم 14 العصاره الصفراويه بتساعد في هضم الدهون، بينما اللعاب يساعد في هضم الايه النشويات. رقم 15 تتحول الدهون الى مستحلب دهني بواسطه العصاره الدهون الى مستحلب سكري الدهني بواسطه العصاره ايه الصفراويه. مين اللي بيفرزها يا جماعه؟ الكبد. رقم 16 يبدأ هضم البروتينات في المعدة ويبدأ هضم النشويات في الفم. رقم 17 بيتم امتصاص الغذاء المهضوم. امتصاص الغذاء المهضوم فين؟ في الأمعاء الدقيقة اللفائف تمشي. رقم 18 يتجمع الغذاء غير المهضوم في الايه يا جماعة؟ الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة بيتجمع فيها الغذاء غير المهضوم، بتقوم بامتصاص الماء من فضلات يا جماعة الطعام طبعا والتخلص منه بعد كده من خلال فتحة الشرج. السؤال رقم 4 ضع علامة صح أو خطأ. طبعا احنا يا جماعة هنضيف مع التصويب. المعدة من ملحقات القناة الهضمية؟ لا طبعا السؤال ده غلط. المعدة مش من الملحقات، من ملحقات القناة الهضمية الكبد البنكرياس أو الغدد اللعابية.
رقم 2، عدد الأسنان في الشخص البالغ 20 سنا. خطأ، عدد الأسنان في الشخص البالغ 32 سنا. رقم 3، الغدد اللعابية بتفرز سائلا يحتوي على مواد هاضمة للبروتينات. الجملة خاطئة، لأن الغدد اللعابية بتفرز سائلا يحتوي على مواد هاضمة للنشويات. بيبدأ هضم النشويات في فين؟ في الفم. يفرز الكبد العصارة البنكرياسية اللي بتساعد في هضم الطعام. بصوا يا جماعة، هي الكبد هيفرز العصارة الصفراوية، طب والبنكرياس هيفرز العصارة البنكرياسية، فالجملة طبعا خطأ. يفرز الكبد العصارة الصفراوية. يتم هضم الدهون في الفم، لا خطأ، يبدأ هضم الدهون في الـ12. يبدأ هضم النشويات في الفم، قلنا يبدأ يكتمل في الأمعاء الدقيقة اللي هي فين؟ في الأفايف. يتم امتصاص الغذاء المهضوم في المعدة، طبعا خطأ، يتم امتصاص الغذاء المهضوم في اللفايف، أو ممكن نقول الأمعاء الدقيقة. يتجمع الغذاء غير المهضوم في الأمعاء الإيه؟ الغليظة، صح؟ يتجمع الغذاء غير المهضوم في الأمعاء يا جماعة؟ الغليظة. مضغ الطعام جيدا يحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، طبعا بيحافظ على سلامة الجهاز الهضمي. أنت لما بتمضغ الأكل كتير، لو رحت لدكتور دكتور وأنت بتكشف ولا حاجة لا قدر الله، أو بتتابع صحيا يعني، أو تسمع نصائح الدكاترة في التلفزيون، يقول لك إيه؟ مضغ الطعام جيد، لازم تمضغ أكلك كويس عشان يبقى سهل هضمه وتستفيد من الطعام اللي أنت بتتغذى عليه. رقم 9، يتم امتصاص الماء من فترات الطعام في الأمعاء الغليظة، صح صح جدا. اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات التالية. رقم 1، أنبوبة تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشرج اللي هي الاست. طبعا دي يا جماعة اسمها القناة الهضمية. القناة الهضمية عاملة زي كده، زي الماسورة كده، بيمشي فيها الأكل. طبعا بتختلف إيه أحجامها على حسب وظيفة كل جزء فيها، خلي بالكم. رقم 2، تحويل الغذاء من صورة معقدة لصورة بسيطة بيستفيد منها الجسم. ده عبارة عن اسمه يا جماعة؟ إيه؟ فكروني. صورة معقدة لصورة بسيطة اسمها إيه؟ الهضم. رقم 3، العضو الذي بيخلط الطعام باللعاب اسمه إيه؟ اللسان. يلا يا شباب نقلب الصفحة، صفحة رقم 24. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 4، أول نقطة فوق، سائل بيفرز في الفم ويعمل على هضم المواد النشوية. السائل ده اسمه إيه يا شباب؟ إيه؟ اللعاب. رقم 5، تجويف مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي اسمه إيه؟ البلعوم. جوه طبعا اللي إحنا إيه شفناه في الحصص بتاعتنا وشرحناه، خلي بالكم. رقم 6، كيس عضلي يحدث به هضم غير كامل للبروتينات. ايه الكيس العضلي اللي عندنا؟ المعده، خلي بالكم يا شباب. رقم 7، العضو الذي يفرز العصاره الصفراويه، الكبد. رقم 8، عصاره تساعد في هضم الدهون وتحولها الى مستحلب دهني. اتفقنا يا حبايبي ان دي العصاره الصفراويه. رقم 9، جزء من الامعاء الدقيقه بيتم فيه امتصاص الغذاء المهضوم اللفائفي. رقم 10، انتقال الغذاء المهضوم من الامعاء الدقيقه الى الدم، ده اسمه الامتصاص. رقم 11، حلمات صغيره بجدار الامعاء الدقيقه من خلالها يتم امتصاص الغذاء المهضوم، دي اسمها الخملات، خلي بالكم يا جماعه الخملات. السؤال السادس، صحح ما تحته خط في العبارات التاليه. 1، الجهاز المسؤول عن الاخراج وتخليص الجسم من المواد الضاره هو الجهاز البولي. عندنا يا جماعه خدناه كده. رقم 2، الجهاز نقط يوزع الاكسجين والغذاء المهضوم على خلايا الجسم. طبعا هنا النقط دي اللي هي مبسوط بيها، انا ايه انا بعتبره اكمل يعني. الجهاز البولي يوزع الاكسجين والغذاء المهضوم على خلايا الجسم. طبعا يا جماعه احنا قلنا هنا الجهاز الايه اللي بيوزع الاكسجين والغذاء المهضوم ده الغذاء الدوري، الجهاز الدوري، الجهاز الدوري. رقم 3، عدد القواطع في كل فك، في كل فين؟ فك يعني صف اسنانك اللي تحت او صف اسنانك اللي ايه اللي فوق. عدد القواطع في كل فك للانسان البالغ، القواطع اللي هي ايه بتقطع دي يا جماعه، تمام، 4 قواطع. يتم امتصاص الغذاء المهضوم في اللفائف. نقط، عضو طبعا هو مريء يعني مكتوب المريء، عضو مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ده هو طبعا البلعوم. يبدا هضم البروتينات في المعده. يحدث بالمعده هضم كامل للمواد البروتينيه، لا هضم جزئي، او ممكن اسميها هضم غير كامل. يسمى اول جزء في الامعاء الدقيقه، اول جزء في الامعاء الدقيقه اللي هي 12. يتجمع الغذاء غير المهضوم في الامعاء الغليظه، خلي بالك الامعاء الايه الغليظه. رقم 10، تقوم العصاره نقط بتحويل، طبعا البنكرياسيه مكتوبه يعني، بتحويل الدهون الى مستحلب دهني، لا دي العصاره الصفراويه. رقم 11، عمليه نقط هي عمليه تحويل تحويل المواد المعقده الى مواد بسيطه، دي عمليه طبعا ايه مش الامتصاص، دي عمليه الهضم. طيب السؤال السابع، علل، تتكون الاسنان من قواطع وانياب وضروس. السؤال ده جميل جدا. ليه يا جماعه؟ حتى تستطيع مضغ الطعام جيدا لسهوله بلع وهضم. اتفقنا كده يا شباب؟ رقم 2، ضروره تناول الغذاء. ليه بقى؟ للحصول على الطاقه اللازمه يا جماعه والمواد الغذائيه والعناصر الغذائيه اللازمه لبناء الجسم ومداد الجسم بالطاقه. ما انا باكل ليه؟
هتلاحظها هنا في رمضان بتبقى تعبان مرهق قبل الفطار، بعد ما تاكل تبقى نفسك نشيط. ليه؟ لان جسمك خد الطاقه اللازمه ليه. ثلاثه، الكبد يساعد في هضم الايه؟ الدهون، لانه يقوم بافراز العصاره الصفراويه التي تقوم بهضم الدهون الى المستحلب الدهني. رقم أربعة، الامتناع عن شراء الطعام من الباعة الجائلين حتى لا نصاب بالأمراض المعدية والمعدية. دي لأن ما اضمنش اللي بيبيع ليه الحاجة ده مدى نظافة إيديه، تمام، نظافة الحاجة اللي هو بيبيعها لي عاملة إزاي. السؤال رقم 8، طبعا يا جماعة هستغل السؤال اللي فات ده، الامتناع عن شراء طعام من الباعة الجائلين كمان عشان خاطر موضوع كورونا المنتشر اليومين دول، لازم نبقى حريصين جدا في الأكل بتاعنا، إيدينا تبقى نظيفة. طبعا سواء في موضوع كورونا إن شاء الله هيخلص يعني على خير، أو أي حاجة تانية ربنا يحفظكم يا رب جميعا. رقم 8، ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ واحد، عدم تواجد الأسنان في فم الإنسان. بص يا جماعة، ماذا يحدث في حالة عدم تواجد؟ هي وجودها بيعمل إيه؟ طب هي وظيفتها دي بقى اللي هي بتعمله؟ عدم التواجد دي الكارثة، دي المشكلة بتاعتنا، تمام؟ طب عدم تواجد الأسنان في فم الإنسان إيه اللي بيحصل؟ لا يستطيع مضغ الطعام، وبالتالي هيبقى عنده صعوبة في بلعه وصعوبة في هضمه. اتنين، استئصال الامعاء الدقيقه. يعني ايه استئصال؟ ان احنا ربنا يحفظنا رب عملنا عمليه شلناها، يعني نزعناها من جسم الانسان. طب الامعاء الدقيقه بتعمل ايه؟ بيحصل فيها حاجتين، رقم واحد بيكتمل فيها هضم الطعام ويحدث فيها الامتصاص. طب استئصال الامعاء الدقيقه، لا يكتمل هضم الطعام ولا يحدث امتصاص للطعام. رقم ثلاثة، اضافه العصاره الصفراويه للزيت تتحول الى مستحلب دهني. رقم 9، اذكر وظيفة كل المميات. الغدد اللعابية تقوم بإفراز اللعاب الذي يعمل على هضم الايه؟ النشويات إلى السكريات. رقم 2، اللعاب يهضم النشويات إلى السكريات. رقم 3، اللسان تقليب الطعام، عضو الكلام مسؤول عن تذوق الطعام، خلط الطعام باللعاب. رقم 4، المريء. المريء هو عبارة عن أنبوبة عضلية تنقل الطعام من البلعوم إلى الايه؟ المعدة. 5، المعدة بيبدأ بها هضم البروتينات، هضم جزئي، هضم يا جماعة جزئي. رقم 6، الكبد بيقوم بإفراز العصارة الصفراوية التي تعمل على هضم الدهون إلى مستحلب دهني. رقم 7، العصارة الصفراوية لسه قايلينها يا جماعة، تعمل على هضم الدهون إلى مستحلب دهني. رقم 8، الأمعاء الدقيقة بتعمل الحاجتين، يكتمل فيها هضم الطعام وامتصاصه. امتصاصه يعني انتقاله من ايه؟ الأمعاء الدقيقة او انتقاله من الجهاز الهضمي الى الايه؟ الدم. الدم بقى ياخد بقى ايه؟ ياخد الدم ياخد الغذاء المهضوم ينقله للجسم ايه؟ كله. الامعاء الغليظه بتعمل حاجتين، طبعا دي يا جماعه بيتجمع فيها الغذاء غير المهضوم ويتم فيه ويتم امتصاص الماء من الغذاء غير المهضوم وكذلك طرده خارج الجسم. الجهاز الهضمي طبعا له وظيفتين، هضم وامتصاص الطعام. الهضم تحويل الطعام من صوره معقده لصوره بسيطه، والامتصاص انتقال الغذاء المهضوم من امعاء دقيقه الى الجسم ومنه الى جميع اجزاء الجسم. كده يا جماعه احنا ايه حلينا مع بعض الواجب، ويا رب يكون الاسئله بتاعت الواجب كانت جميله، تمام. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبتدي بقى نراجع فيه مع بعض ان شاء الله الايه الجهاز التنفسي في الانسان، مهم جدا عايزك تقراه، احنا كده كده خدناه مع بعض، بس اقراه وراجعه كويس جدا عشان ان شاء الله هنبتدي مع بعض نتكلم في ايه في مراجعه سريعه عليه برضو، حل اسئله نفس الفكره برضو عشان يبقى ايه الحاجه في ذهنك حاضره. وكل شويه ذاكر الفيديو الاولاني وذاكر الفيديو الثاني، حافظ على نظافه ايديك، حافظ على نظافتك الشخصيه، اغسل ايديك كويس جدا بالميه والصابون، نظافتك الشخصيه مهمه جدا، حافظ على نفسك على اخواتك، ما تنزلش الشارع الا للضروره القصوى طبعا، تحت بابا وماما هيكون هم عارفين انت رايح فين وجاي منين او هتعمل ايه وانت طالع على السلم نازل على السلم، ما تمسكش طرابزين السلم الا للضروره، يعني خلاص هقع على قدر الله تعبان جدا. واول حاجه اعملها بعد ما امسك طرابزين السلم مثلا، سواء كنت في المترو في اي حاجه فيها ناس، خلاص اعمل ايه؟ ما احطش ايدي على وشي خالص، لا اغسل ايدي كويس جدا بميه وصابون، اطهر ايديا، تمام، عندي كحول اطهر بايديا، اتفقنا كده يا جماعه؟ طهر بداية زي ما احنا اتفقنا، ما عنديش كحول بالخل مع غسيل الايد طبعا بالصابون، اتفقنا كده يا شباب؟ ربنا يحميك يا رب من كل شر، اكل كويس اكل كويس اكل كويس، بلاش اندومي بلاش شرب شاي عشان الانيميا، الليمون يبقى في اكلنا، وربنا يحفظكم يا رب، يلا باي.